تظهر الآن وشعبها بمساجدها وكنائسها وجيشها الباسل ورجال أمنها الأبطال، ولكن مصر المحروسة التي لم ولن تقهر قادرة بعون الله تعالى على دحر فلول الإرهاب والقضاء على جماعات الجهل ودعاة التكفير وخفافيش الظلام. ورغم مصابنا الفادح وحزننا البالغ، فإننا نؤمن بقضاء الله تعالى وقدره وبقوله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ونداؤنا إلى الأمتين العربية والإسلامية وللصادقين الجادين في محاربة الإرهاب ومحاصرته أن يقفوا مع مصر صفا واحدا ويدا بيد، وألا يتركوها في مواجهة هذا الإرهاب العالمي الخبيث. وعلى أحرار العالم في الشرق والغرب أن يسارعوا في الكشف عمن يقف وراء هذا الإرهاب ويمده بالمال والسلاح ويوفر له المأوى والحماية. هذا وإن الأزهر بفضل الله تعالى وبصمودكم أيها المصريون لماض في فضح هذا الفكر الضال المضل وتفكيكه ونقضه وتحصين شباب الأمة من الوقوع في شباكه وبراثنه. ولن تثنيه هذه الجولات الغادرة من الباطل وأهله عن أداء رسالته التي يقوم بها منذ أكثر من 1000 عام. هذا والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم.